ونبقى أيضا في ذات الملف، نرحب بضيفنا عبر الهاتف أحمد عباس المحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد أحمد في هذه النشرة أيضا في نفس الملف. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. مرحبا بك. ما أهمية الوديعة السعودية في ظل محدودية الموارد للحكومة اليمنية بطبيعة الحال بسبب حرب ميليشيات الحوثي الإرهابية؟ سعادة المحافظ تكلم عن الفوائد الاقتصادية والعوائد الاقتصادية من هذه الوديعة، وأنا أرى أن أتحدث عن الجوانب السياسية لهذه الوديعة والرسالة التي تريد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إيصالها إلى المجتمع الدولي وإلى إيران والميليشيا الحوثية التابعة لها، بأنها لن تترك اليمن لقمة سائغة في يعني تعيث بها أيادي الفساد الحوثية والإيرانية. ومن النواحي الاقتصادية يعني قد لاحظنا أن سعر الصرف تحسن في عدن والمناطق المحررة من 1250 إلى 1100 وسيتحسن أكثر. وهذا قوبل، هذه الوديعة قوبلت بارتياح يعني حكومي وارتياح شعبي خاصة قبل شهر رمضان الذي يعني يكثر اليمنيون فيه من استهلاك المواد الأساسية التي باتت تشكل عبء اقتصادي ثقيل عليهم في هذه السنوات الأخيرة. طيب سيد أحمد، إلى أي حد أحبطت الوديعة السعودية مخططات ميليشيات الحوثي في إغراق المناطق المحررة بالأزمة الاقتصادية؟ يعني التوقيت يعني مناسب جدا في بهذه الوديعة، وهي كما قال المحافظ هي استكمال لوديعة إماراتية سعودية. بالمناصفة كانت الإمارات قد دفعت 300 مليون دولار، والتوقيت جاء يعني التأخير أعتقد جاء بسبب الجوانب الفنية حتى يستطيع الاقتصاد اليمني استيعابها. يعني لم يتم الإعلان عن إيداع هذه الوديعة الكبيرة بهذا المبلغ إلا وقد الاقتصاد اليمني جاهز يعني لاستيعابها بتفاصيله، مع العلم أن بعد فصل البنك المركزي من صنعاء 2016 الحكومة الشرعية صعوبات فنية وتقنية لأنها تقريبا بدأت من الصفر في كل شيء. فهذه الوديعة ستحرر الاقتصاد، وفي الاجتماع الأخير للحكومة الذي يعني كان مساء اليوم تم الحديث عن أنه يعني التوجيهات للموانئ وللتجار وللمستوردين بتسهيل استيراد المواد الغذائية والأساسية قبل شهر رمضان. طيب سيد أحمد، إلى أي حد دعم الاقتصاد اليمني من خلال هذه الوداعة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات يساهم في تعزيز الملف السياسي لدى المجلس الرئاسي من خلال المفاوضات الجارية بعملية السلام؟ أرجوك أن تعيد السؤال لأني أسمع ببطء. طيب إلى أي حد الدعم الاقتصادي لليمني من خلال هذه الوداعه من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات يساهم في دعم الملف السياسي للمجلس الرئاسي من خلال المفاوضات القادمة لعملية السلام؟ نعم لولا الدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2014 منذ العام 2014 إلى العام 2020 قدمت السعودية أكثر من 18 مليار دولار مساعدات وإغاثات على شكل إغاثات ومساعدات وهبات نفطية. كذلك الإمارات العربية المتحدة قدمت أكثر من 22 مليار درهم منذ العام 2015 إلى العام 2021، ولولا هذه المعونات الاقتصادية لانهار الاقتصاد اليمني بأمته. وهذه يعني الودائع وهذه المعونات التي تقدمها هي رسالة بأن هذا ثاني الدولتان بالخصوص يعني بالإضافة إلى الدول الأخرى من دول التحالف العربي لن تترك اليمن لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى العسكري. أيضا هذه رسالة بعد الإشاعات الأخيرة الحوثية بأن المملكة العربية السعودية وبدأت في مفاوضات مباشرة معهم وأنها ستترك اليمن لهم وأنها استقلت من هذه رسالة سياسية واضحة بأن اليمن بأن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لن تترك اليمن بمفرده يجابه التحديات الوجودية يعني التي تمثلها التهديد الإيراني وميليشيا الحوثي. طيب أخيرا سيد أحمد، ماذا تريد ميليشيات الحوثي من وراء حربها الاقتصادية وخاصة ضد المحافظات المحررة؟ لو محمد علي الحوثي مؤخرا بعد أخبار الوديعة السعودية نفى هذه الوديعة وقال أنها أخبار مكرورة وأنها ليست صحيحة. هم يريدون تدمير الاقتصاد في المناطق التي يسيطر التي تحكمها الشرعية، كما دمروا الاقتصاد الذي يعني في المناطق التي يسيطرون، أم أنهم لا يدفعون الرواتب منذ سيطرتهم على صنعاء.
نهبوا البنك المركزي والاحتياطي الذي كان أكثر من 4 مليار دولار، إضافة إلى المليار دولار كانت السعودية قد أودعتها وديعة قبل الانقلاب الحوثي بشهر، فهم تقريبا قضوا على الاقتصاد. الآن أصبح الاقتصاد من المواطنين الذين يدعمون عن طريق المغتربين وعن طريق المنظمات الإنسانية ويبنون به اقتصادهم الهش الشكلي، بالإضافة إلى أنهم قاموا بضرب الموانئ التي يتم تصدير منها المشتقات النفطية التي تساهم وتعود بالخير والنفع على أبناء الوطن حتى في المناطق التي يسيطر عليها. هم بذلك يريدون إيصال رسالة إلى أنهم يريدون تدمير الاقتصاد في المناطق التي يسيطرون عليها والمناطق التي تحكمها الحكومة الشرعية. أنا أشكرك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف أحمد عباس المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.